مشاهدينا اهلا بكم، كيف الحال؟ دائما اللي كنتكلموا على مجال المقاوله فكنتكلموا على موضوع الفرص، وكنعرفوا انه الانسان الا بغى يدخل لهذا المجال هذا تيخصو يعرف كيفاش يقتنص الفرص او يترصد للفرص. اليوم الخطاب تغير شيئا ما واصبحنا نتحدث عن صناعه الفرص، فغادي نشوفوا في هذه الحلقه كيفاش ممكن ان الانسان المقاول يصبح صانع للفرص، وكيفاش كذلك انه للتعلم وللتكوين دور مهم في يعني الدفع بالإنسان لصناعة الفرص. صباح الخير هدى بوعلير. صباح الخير عزيزة. ألوغ اليوم ما بقيناش كنتكلموا على كيف ما قلت قبل قليل على تقنص الفرص والترصد للفرص وأنه تبان واحد الفرصة خصني نمشي لها، هذا كان يعني الخطاب المتداول في الآونة السابقة. اليوم ولينا تنتكلموا على صناعة الفرص، أنني خصني نخلق فرصة ونخلق احتياج كذلك واحد الحاجة اللي بغيت أنا ننتجها وندير لها تسويق ديالها يعني في مجال المقاولة طبعا. كيفاش ممكن نصنعوا فرصة؟ كيفاش ممكن أننا نخلقوا واحد الاحتياج إلا ما كناش مثلا شركة كبرى ولا هادو اللي عندهم هاد الآليات باش يديروا هاد الأمور هذه، ولكن حنا مثلا غادي نقولوا مشروع صغير، مشروع صغير جدا، سيدة اللي دايرة واحد نشاط مدير للدخل، ولا كيفاش ممكن تصنع الفرص؟ كنعرفوا عزيزه انه من بين الحوايج اللي كيخليوك انك تمشي مزيان في المقاوله هو اننا كنخرجوا من هذيك الفكره ديال ان فعل وردت الفعل، وكنكونوا في اننا كنخلقوا الحدث كما بغينا نخرجوا من الفكر الكلاسيكي. دائما خصني شي حاجه تنزل عليا، شي فكره عليا مختلفه جديده، ونكون سباق انني نفكر فيها، ما نتسناش كما قلت الفعل وردت الفعل. مثلا نعطيو اكزامبل ديال كوفيد، ملي جات ازمه ديال كوفيد يعني جات فعل اللي هي ازمه، ردت الفعل يعني ناضوا الناس كيشوفوا شنو هي الطريقه اللي غنكمل بها الخدمه. الوغ كو ملي كنهضروا على صناعه الفرص خصنا نعرفوا اليوم انه المقاوله بدات كتاخذ واحد الحجم اللي هو كبير، الاقبال على خلق انشطه مديره للدخل والتفكير المقاولتي ولينا زعما كنشوفوه سورتو في المغرب، وهذا راجع لانه كاين بزاف الانفيستيسمون اللي دار من بين برامج، من بين يعني لا سونسيبيليزاسيون، بزاف الحوايج اللي خلاو اسكو اليوم لونتربرونيا ولات اون فوا دو كارير، وهذه حاجه مزيانه. ولونتربرونيا ولات اون فوا دو كارير في العالم باسره، لان طريقه التفكير تبدلات، ان الفرص كاينين كثيره، ان كاينين بزاف العوامل اللي كما تنقولوا ساهموا فيها. وهنا كنا قبل كنسمعوا انه خصك تستغل الفرص، يعني ملي كتدخل عالم المقاوله حاول تشوف شنو هما الفرص اللي كاينين وتستغلهم. الوغ كو اليوم في ظل الفرص اللي كاينه كثيره، في ظل التحديات اللي كاينه حتى هي كثيره، في ظل الازمات اللي حتى هي كاينه، المنافسه اللي كبيره، المقاول ولا متبوع انه وداخل هذه في التفكير الاستراتيجي انه يخلق فرص جديده لراسو والمشروع ديالو، ما يبقاش هو جالس كيستغل في الفرصه. مثلا جا ديجيتال صافي غنبيع على الديجيتال، يعني هو كيحاول يخلق لي فرص اللي هي جديده. خلق الفرص عزيزه هي واحد الحاجه اللي واخا كتبان لنا راه شي حاجه اللي كومبليكي ولا كيفاش غنخلق انا فرصه، هي سهله اننا نقدروا نديروها الا تبدل طريقه التفكير ديالنا. علاش؟ لان نرجعوا نفكروا عزيزه انه المقاوله دايره كوم ان بيبي، دايره بحال واحد الدري صغير خصو يكبر. واحد البروجي الا شتي خصو يكبر، خصو الاهتمام، خصو التطوير، خصو بزاف الحوايج باش يكبر. سي با نورمال اسكو يبقى واحد المشروع بديتو كل عام كندخل لو ميم شيف دافير، وكل مره انا غادي بنفس الطريقه. بيان سور كاينين، ولكن كاينين ابحاث ودي زيتود وواقع اللي كيقول انه ان بروجي اللي ما كيديرش واحد لي زينوفاسيون كل 3 سنين سي ان بروجي كي فا ديسباغيت افيك لو طون. يعني علاش؟ لان الا ما كنتيش كتخلق شي حاجه اللي هي جديده، لان حنا عايشين في واحد الزمن اللي هو متطور متحرك، ما يمكنلكش تبقى غادي انت بنفس لا فيتيس. حنا كنعرفوا انه يعني ملي كتكون عندنا المقاوله دو نيسيسيتي، انك يكون داك التفكير اللي كيديرها الانسان عبر الحاجه محتاج ولا محتاج للدخل، الدخل كيبقى هذاك التفكير دائما محدود في الدخل. ولكن يعني بزاف ديال الناس راه كيديروا مقاوله لانهم محتاجين لدخل. هذه عزيزه هي فكره، يعني هي ماشي عيب في حد ذاتها. لا ماشي عيب عزيزه، مي خص واحد هذا النمط التفكير خصو يتطور، لان حنا باش نقدروا نزيدوا في المقاوله في المغرب خص يوليو عندنا مقاولين دوبورتونيتي، ماشي في لوبورتونيتي سيزير واحد لوبورتونيتي وسالينا، ولكن تكون عندي انا كما تنقولوا في لوبورتونيتي خلق فرص اللي هي جديده، ونقدروا نوصلوا لهذه المرحله. وحنا بدينا مثلا مقاولات لان كانت هناك حاجه لداخل، من بعد ولات مقاوله لاقتناص الفرص، من بعد عاد يعني الواحد كيطور راسه. يعني واش ممكن تمرحل اولا الانسان اللي كيدير
هاد المقاوله دو نيسيسيتي كيبقى فيها دائما. لا لا بيان سور كو ممكن التمرحل، وخاص الانسان يخدم على التمرحل، لانه لا بغينا نسميهم الموتيفاسيون ولا الدوافع اللي كتدفع الانسان انه يدير المقاوله. تقدر يبدا بالحاجه انه محتاج واحد لو سالير، مي من بعد هاد لي موتيفاسيون اي سون ايفوليتيف، يعني كيتبدلوا. يقدر من بعد انه ملي كيدخل واحد البيزنس، وغالبا كتوقع بزاف المقاولين وكيجيه الطلب وكتكري لي واحد الثقه في النفس، كيولي ال ديباس لهذاك لو بوزوان اللي كان في الاول باغي غير انه واحد سالير، كيولي يقول لك لا بغيت ان المنتوج ديالي يوصل للعالميه. هنا كيولي عنده كيولي فيزيونير، يعني هاد لي موتيفاسيون ولا هاد الدوافع يمكن لها انها تبدل وخصها انها تبدل. كما كاينين الناس عزيزين عندهم لي موتيفاسيون ميكست، يعني كتلقى عنده لا نيسيسيتي الحاجه ولوبورتونيتي حتى هذا، يعني كاينين الناس هكا نوع ونمط اللي هو مزيان، غير هو ما نبقاوش ان يكون عندنا رؤيه قريبه المدى وانني كنشوف غير من هنا عام من هنا ست شهور. خصنا نعرفوا ان في المقاوله كتبغي واحد لا بريباراسيون وكتبغي واحد الرؤيه بعيده المدى. علاش؟ لان اليوم كنشوف ان مثلا درت واحد المنتوج ولا واحد الخدمه اللي كنسوقها في واحد البارامتر اللي هو صغير، ولكن ملي كنكون كنفكر بواحد الطريقه ديال صناعه فرص اللي هي جديده، كنقول علاش مثلا بين صناعه الفرص، علاش انا المنتوج ديالي يبقى مثلا فوكاليزا غير في هذه المنطقه، علاش ما يخرجش للعالميه؟ علاش؟ هنا كيولي الانسان انه يقدر انه يخلق فرص جديده للبيزنس ديالو ولا راسو. كيفاش يمكن انه يخلق هذه الفرصه؟ اول حاجه عزيزه هو الاناليز ولا التحليل ديال المنافسين. هذه انا دائما كنقولها، ومن بين الحوايج اللي ما كناخذهمش اون كونسيدراسيون. كتلقى بزاف الناس عندهم انشطه مديره اللي داخلي، الا سولتي قلتي لي غير شكون المنافسين ديالك ما كيجاوبكش، الوغ كو المنافسه من بين الحوايج عزيزه اللي كتعطيك واحد النقاط كبيره ومهمه. علاش؟ لان ملي كتشوف وتشد واحد المنتوج ديال واحد المنافس، كتشوف الثمن ديالو، كتشوف المكونات ديالو، كتعطيك بزاف الفرص ديال انك تخلق فرصه جديده بالنسبه للمنتوج ديالك، بالنسبه للخدمه ديالك. وكتعطيك هنا هذا هو خلق الفرص اللي كنتكلموا عليه. فوالا هذا هو، يعني من بين الحوايج اللي كيعاونوا قلنا التحليل ديال المنافسين بواحد الشكل اللي هو عميق. ماشي التحليل انني نكون عارف شكون المنافس ديالي، لا، نكون عارف المنافس ديالي شنو كيبيع، بشحال كيبيع. يعني هادو معلومات الا قلبت عليهم عزيزه من بين الحوايج اللي كتعطيني واحد الفرص وكتخليني انني كنخلق فرصه في البيزنس ديالي. مني كنجي مثلا سورتو في لو لونسمون ما كنجيش، وهذه غالبا انا كنقول ان في البدايات كتكون العاطفه طاغيه على المقاولين سورتو النساء. علاش؟ لان كتقول لك لا انا بغيت غير نتلاح في السوق. وهذه فكره انا كتجيني غالطه. علاش؟ لان بعض المرات اننا كنستعجلوا كنحرقوا بعض المراحل، ما كنعطيوش فرصه وما كنخليوش راسنا فرصه اننا نصنعوا فرص في المقاوله ديالنا. مثلا من بين تحليل المنافسه، لان داك التحليل ديال المنافسين كتعطيني فرص، انني فرص جديده بوتيتر واحد الحاجه ما بانتش للمنافس انا بانت ليا، كتعطيني امتيازات اللي كنزيدها في المنتوج ديالي. عندنا حوايج اخرين ثاني اللي كيخلقوا لينا الفرص هو التعلم الدائم. علاش التعلم؟ لان باش نقدر انا اليوم نخلق فرصه عزيزه، وانا دائما كنقولها 70% ديال النجاح ديال المقاوله سي الانسان، وهذاك الانسان كيجي المقاوله بواحد المهارات شخصيه اللي كي سي ان بلوس ديالو. دونك اول حاجه خصني نكون عارف المهارات الشخصيه، وما كاينش عزيزه شي واحد واخا ما كيكونش عنده واحد لو باركور اكاديميك، لان المقاول التعريف ديالو واحد الانسان اللي كياخذ واحد المخاطره محسوبه. يعني ما كيقولش خصو يكون عنده واحد لو ديبلوم ولا شي حاجه، مي كتكون عنده واحد المهارات، كيكون عنده واحد لو بلوس ولا واحد لو بوين فور ديالو. تكون عارف هذا لو بوين فور ديالك باش تقدر انك تستغلو انك تصنع واحد الفرص اللي هي جديده. وثاني حاجه ان التعلم مهم اليوم في عالم المقاوله. ما يمكنلكش اليوم عزيزه دير واحد البيزنس وما تستثمرش في راسك. علاش؟ الا هضرنا على التسويق كاينين طرق حديثه للتسويق خصني نكون عارفو. الا هضرنا على مثلا انفتاح على العالم خصنا نعرفوا ان دابا وليتي الا بغيتي تبيع واحد المنتوج في واحد البلاد اخرى يمكن لك انك دير دورات تكوينيه، ولا انك مثلا يعني سهل المساله في المتناول اليوم. في المتناول، وان فيها واحد الاستثمار في الذات، ولا انك مثلا تساهم في واحد لي صالون اللي على برا، ولا باش تقدر انك تعلم تقنيات جداد وانك تمشي تشوف فرص اللي هما جدادين وتخلق فرص بالنسبه للبيزنس ديالك. حتى في هذا المجال كاين هناك دعم، يعني واللي ما عارفينوش الناس بزاف وغادي تتاح الفرصه اننا نتكلموا عليه، دعم اللي باش انه يساعد الناس على انهم يسوقوا المنتوجات ديالهم حتى خارج المغرب. بالفعل عزيزه كاينين برامج ديال الدعم، كاينين فرص اللي هي كبيره خاص الانسان انه يعرف انه يستغلها. مي فاش كنهضروا سورتو على صناعه الفرص، هو ان ملي كنتعلم واحد مهارات جديده، تقنيات جديده، ملي كندير واحد التحليل عميق ديال المنافسين ديالي، ملي كيكون عندي واحد الرؤيه بعيده المدى، كنقدر انني نخلق يعني السر في هذا الشيء كامل. انت هذا الشيء كله اللي قلتي غادي نلخصه لك انا في كلمه واحده، هو الانفتاح. يعني دائما الانسان يدخل ايا كان المجال، سواء مجال المقاوله او غيره، بقلب منشرح ومنفتح، وما كيسدش الباب على اي تعلم ولا على اي فكره. يعني حتى كنخليه الافكار ديالنا الذاتيه والشخصيه وقناعاتنا تنحطوها دو كوتي وكنحاولوا نتعلموا. بيان سور راه كنديروا لو فيلتر اي حاجه اللي كتوالمنا وغادي تساعدنا على اننا نزيدوا القدام راه تناخذوها، اشياء اخرى هذا. هنا اللي كتقصدي انت بالتعلمات، التعلمات المستمره
التعرف على التكنولوجيات الحديثه، التعرف على الطرق والانماط الجديده للتسويق كذلك. هذا شيء مهم، وحنا كان في واحد الحلقه تكلمنا على التغيير المستمر لسلوك المستهلك. اليوم المستهلك كل سنتين تقريبا تغير من الطريقه ديال الاستهلاك ديالو بشكل هو جذري. بالفعل عزيزه، داكشي علاش المقاول كيخصو انه لاحظي انه حنا دائما فاش كنهضروا في عالم المقاوله كنهضروا على بزاف د الحوايج اللي ولات اون كروند ريسبونسابيلتي، ولا ان المقاول اليوم ما بقاش منه مطلوب منه جوست انه يفكر واحد الفكره ولا يدير واحد المنتوج ولا واحد الخدمه، ولكن ولا مطلوب منه انه كيفاش انه يصنع الفرص، كيفاش انه يسوقها بطريقه اللي هي جيده. وهذو كلهم حوايج اللي متناسقين مع بعضياتهم وحاجه كتكمل حاجه. الوغ كنلقاو بعض الناس اللي هذا هو التخصص ديالهم صناعه الفرص، كتلقاه كيلونس اون ايدي ولا يلونس شي حاجه شي اوبورتونيتي وكيغبر صافي، وكتا كيعاود يبان بشي بفكره واحده اخرى اللي هي جديده مثلا، او لا سواء خدمه او لا منتوج تيسوق ليه بطريقه معينه اللي بعض المرات كتكون مختلفه وتيمشي. واش كنلقاو هذه مثلا كخبره عند بعض الاشخاص مثلا اللي هما يعني مولوعين بمجال المقاوله؟ بالفعل عزيزه، لان حنا دائما فاش كنهضروا على السوق المقاول وعلى الشخصيه ديالو كنعرفوا ان كاينين الناس اللي كتكون عندهم مقاوله، كاينين انماط، وكاينين الناس اللي كتكون عندهم كما تنقولوا مقاوله في الدم، يعني كيكون عنده داك ليسبري اونتربرونيال. واخا تيكون صلاغي تيكون هو دائما في الانيشيتيف، دائما كيقلب، دائما يعني كما قلتي منفتح، خصو يدير شي حاجه. هذا شي حاجه اللي هي مزيانه، مي اللي مزيان اكثر هو انه حتى الناس اللي ما عندهمش واحد سلوك مقاولاتي لا بغينا نقولوا ولا واحد التفكير مقاولاتي كبير، يمكن لهم انهم يطوروا هذه المهاره. وكما قلتي الناس اللي كنشوفهم على كاس الاحتكاك، الا شفتي غير واحد الانسان خرج للسوق واخا كيخرج بواحد المعلومات اللي هي محدوده ولا بواحد البروفيل اونتربرونوريال اللي مازال في البدايات ديالو، مع الوقت ومع ليكسبيريونس والتعامل مع الزبناء، التعامل مع التغيرات ديال المناخ، التغيرات ديال سميتو الاقتصاد، بزاف د الحوايج كيخليو ان المقاول كيكبر مع ديك المقاوله ديالو، السلوك ديالو كيكبر، كيقدر انه يبدا يصنع فرص. ما هادشي عزيزه خصنا نعزوه كما قلنا بحوايج اللي كيعاونونا اننا نخلقوا، لان كاينين الناس عندهم تجارب كبيره في المقاوله مي جوست كمانتنو مازال ما قادرينش يخلقوا فرص في المقاوله ديالهم. هاد الشيء ما يمكن اليوم نخلق فرصه، التجربه بوحديتها ما كافياش، المنتوج بوحديته ما كافيش، الخوف كيتشكل عائق على يعني في هذا بيان سور. مي الخوف غالبا عزيزه الخوف كيكون في البدايات ديال المقاوله، شي المقاول اون فوا كيدوز هذيك 3 موا الاولى ديالو ولا 6 موا بسلام وكيجيو الزبائن الاولى، صافي داك الخوف الو ديباس وكيبدا، ولكن كيولي تخوف من انه يغير هذا النظام هذا باش يبقى دائما على نفس المنوال، دونك اي تغيير هو مخيف. تيخاف انه يفقد هذاك المكتسب اللي خدا في هذيك الفتره. بالفعل عزيزه، لان الانسان بطبيعته كانسان يعني ما كيبغيش التغيير، يعني كتلاحظي انه يعني التغيرات اللي كتجي اترافيغ ازمات اللي كتكون، باش كيقدر ان الانسان كيخرج من ديك لا زون دو كونفور ديالو، كيبدل بزاف الحوايج، وهنا التغيرات خاص الانسان ياخذهم بعين الاعتبار. مثلا اليوم ملي تنهضروا مثلا ابخي كوفيد كنعرفوا انه صناعه الفرص، كنعرفوا ان ابخي كوفيد ولا مثلا العمل عن بعد ولا شي حوايج اللي دي براتيك اللي يمكن لنا نصنعوا فيهم فرص ديال دي بيزنس. مثلا اليوم ما بقاش خصك يكون عندك واحد لوكال باش تقدر انك تسوق، ولا مثلا لا بريزونس سور لي ريزو سوسيو ولا التكنولوجيا ولا الانفتاح على العالم، يعني كاين فرص اللي يمكن لي انني نحسن الاستغلال ديالهم بانني نقدر نصنع فيهم فرصه للبيزنس ديالي بطريقه اللي هي كتكون يعني بيرسوناليزي ولا ماشي بحال كيما داروا الناس كما تنقولوا حنا، ولا جو في كيما دار واحد اخر، ما نحاول انني نخلق شي حاجه اللي عندها علاقه بالشخصيه ديالي والمقاوله ديالي. تكلمتي على التعلم في البدايه، حنا غادي نشوفوا في الراديو كيفاش ممكن انني نتعلم نصنع الفرص، لان انت هضرتي عليها اون طونك بروفيل يعني، وطريقه ديال طريقه التعامل في هذا المجال ديال المقاوله اللي كتخلي الانسان هو صانع للفرص. دونك واش ممكن هذه المساله يعني السؤال اللي كنطرحوا دابا غنجاوبوا عليه في الراديو، ممكن واش ممكن ان الانسان يتعلم صناعه الفرص؟ واش ممكن اننا ندخلوها في هذا الفكر المقاولاتي اللي كنحاولوا الان انه يترسخ عند الشباب كاملين؟ واش هذه القضيه ديال صناعه الفرص ممكن انه يتعلمها بمراحل يعني بطرق هكذا معينه، او لا هي كيف ما قلتي قبيله كتكون عند الانسان هكذا في الدم، تيكون واحد الانسان هو خلاق للفرص من دون غيره؟ غادي نجاوب على هذه الاسئله هذه كلها بعد قليل على امواج راديو دوزا، معك هدى بوادير، شكرا لك بعده، ومعكم كذلك مشاهدينا على امواج راديو دوزا مباشره من 2:30 حتى 4:00. شكرا لكم والى اللقاء.